مرحبا، انا اياد. اذا حابين تتعرفوا علي اكثر، انستغرامي موجود بصندوق الوصف. مرحبا بكل متابعين قناة كوكسي في على اليوتيوب، اهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وحلقة جديدة من فقرة كويك بار. نور ستارز راح تبلش تجربة جديدة وكتير فريدة من نوعها، حيث اختارت هالمرة لوس أنجلوس لتكون وجهتها لتخوض مغامرة بنيويورك فيلم أكاديمي، حيث هي عبارة عن مدرسة لتعلم كيفية صنع الأفلام والإخراج والتصوير كمان. وقبل يومين حضرت نور حفل كيدز تشويس سبورتس الخاص بنيكولوديون، حيث مشيت على السجادة البرتقالية، حيث كانت أول سجادة هوليوودية تمشي فيها، حيث صورت فلوغ وراح ينزل بقناتها قريبا. أخيرا نزل عمر فاروق ومجرم جيمز فيديوهات تحدي البدلة اللي انتظروا عدد كبير من متابعينهم، حيث كان تحدي عمر هو قيادة دراجة نارية في وسط رمال الصحراء ببدلة رسمية، أما مجرم جيمز فكان تحديه هو قيادة جيتسكي ببدلة رسمية. شمسو ديزا جوكر نزل فيديو جديد أو فيديو كليب جديد على قناته على اليوتيوب باسم رانا جايين، اللي بيحكي عن مغامرة الفريق الوطني الجزائري بكأس أمم إفريقيا اللي صار محقق نسبة مشاهدة كتير عالية لحد الآن. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.